طاب مساؤكم وأهلا بكم من العربية. إنها العالم الليلة، أبرز أحداث اليوم طبعا في ملفات مفصلة نستعرضها معا، ولكن دعونا نبدأ بالعناوين. نزال الثلاثاء الكبير بدأ، والعربية في ثلاث ولايات لرص سباق المترشحين للرئاسة. صواريخ حوثية جديدة تستهدف سفنا في البحر الأحمر، الأضرار تصل هونغ كونغ، وروسيا في قائمة المستفيدين. خلافات حكومة إسرائيل تعبر الأطلسي، والعربية تحقق بمنع نتنياهو لسفارته بلندن من التعاون مع غانتس. مستفيدة من تراجع مكانة الصين، الهند تدخل سباق أشباه الموصلات بافتتاح ثلاثة مصانع. وفي الساعة الثانية من العالم الليلة مشاهدينا ملفات أخرى، وأبرزها الحرب على أبواب أوروبا. بيرالي يحذر دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا تعيد تفعيل سلاح الجو في أوكرانيا وتسيطر على أراض جديدة. في اجتماع مجلس الشعب الصيني، الحزب الشيوعي يضع أهدافا عسكرية قد تضعه في مواجهة مع الغرب، رفع موازنة الدفاع والسيطرة على البحر الجنوبي. وفي خارج الصندوق، السيدة فيروز والأخوان رحباني يطرحون إصلاح الأمم المتحدة في ظل حرب غزة وفشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار، أما آن الأوان للإصلاح؟ إذن الأعين مرمية منذ بداية الانتخابات التمهيدية الأمريكية على تاريخ واحد، الخامس من مارس، أو ما يعرف بالثلاثاء الكبير أو سوبر تيوزدي بلغة الأمريكيين. 15 ولاية إذن تصوت اليوم، إضافة إلى إقليم سموات هو تابع لأمريكا، ولكن هذا الإقليم هو ليس من ضمن الولايات بطبيعة الحال. مثلا بورتوريكو على سبيل المثال، بورتوريكو تصوت ولكنها لا تتبع للولايات المتحدة. أصواتها ستهدي على الأغلب الرئيس السابق دونالد ترامب الرقم السحري المنتظر. نتائج شبه متوقعة سحبت من اليوم الكبير الوهج، الإثارة المعهودة منذ عقود، فخانت معارضي بايدن فارغة، فيما ترامب يتقدم بفارق كبير على منافسيه، تفوق متفاخر عززه قرار المحكمة العليا التي رفضت حكم كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات. إذن تمكن على الأرض استكمله بمهاجمة بايدن مجدداً. إذن 15 ولاية أمريكية تجري انتخاباتها التمهيدية اليوم، ستمنح أكثر من ثلث إجمالي المندوبين للحزبين الجمهوري والديمقراطي. بالنسبة للجمهوريين، ألاباما، نبدأ معكم كما نتابع على الخريطة الآن، ستقدم 50 صوتا انتخابيا. أما إذا ذهبنا إلى تينيسي إلى الشمال منها، فهي تحمل 58 صوتا، إذن ثقل كبير تحمله ولايتا تكساس وكاليفورنيا مع تقديمهما 161 صوتا، وأيضا 169 صوت كما نرى على الخريطة هنا انتخابيا تباعا. إذن ثلاث ولايات أيضا ستقدم كل منهما في هذا اليوم الانتخاب الكبير 40 صوتا. تتابعون معي الآن هذه الولايات، هي يوتا وأيضا ماساتشوستس وأركنسو، ليس بعيدا عنهما أيضا كما نرى على الخريطة أوكلاهوما لديها 43 صوتا. أما إذا ذهبنا إلى ولاية نورث كارولينا، الأصوات الانتخابية هناك تبلغ 74 صوتا كما تتابعون معي الآن. إذا ذهبنا إلى فيرجينيا، على كل حال فيرجينيا ليست بعيدة عن نورث كارولينا كثيرا، وهي تمتلك حوالي 48 صوتا. هذه هي الأرقام. أما إذا ذهبنا معكم إلى كولورادو، هذه الولاية التي تقع في الوسط الغربي، فهي مع 37 صوتا انتخابيا. تتابعون معي مينيسوتا، أصواتها طبعا مقاربة وتشمل 39 صوتا. أما إذا ذهبنا معكم إلى ألاسكا هذه المرة، فتقدم أصوات 29 مندوبا. فيرمونت، ماذا عن فيرمونت؟ نتابع معكم فيرمونت الآن، هناك 17 صوتا بالنسبة لفيرمونت. أما ولاية مين ف20 مندوب، فيما الإقليم سموا الذي أشرنا إليه في بداية هذه الساعة الإخبارية من العالم الليلة، فهو يشمل 9 مندوبين. President Biden, number one, stop weaponization. Fight your fight yourself.
Don't use prosecutors and judges to go after your opponent, to try and damage your opponent so you can win an election. Our country is much bigger than that. And I'll not let him turn the USA into a crime-filled, disease-ridden dumping ground. على كل حال دعونا نذهب معكم في جولة مع مراسلي العربية. مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي كانت ذهبت من واشنطن إلى فيرجينيا، وأيضا مراسلتنا ريتا سليمان التي كانت متواجدة في واشنطن هي ذهبت إلى تكساس المهمة جدا، وأيضا ذهب مراسلنا حسين الطود إلى نورث كارولينا. أهلا بكم جميعا في الساعة الإخبارية الأولى من العالم الليلة. نادية أبدأ معك. فيرجينيا 48 صوتا انتخابيا. نادية، وانت تضعين بالصورة من عندك يعني المشهد الانتخابي كما ذكرتي، كنت ذكرتي لي أمرا كان تحت الهواء مباشرة عندما كلمتك، قلت لي بأنك تفاجأت بأمر لافت في فيرجينيا، وصفتيه لي وشرحتيه لي، ولكن لو تشاركين فيه على الهواء مباشرة نادية. أهلا بك نادين. بالفعل في ولاية فيرجينيا على غير باقي الولايات هذه انتخابات تمهيدية، لكن اليوم بالتحديد بإمكان الشخص المسجل في قوائم الانتخابات أن يغير انتمائه الحزبي. بمعنى أنا ممكن أن أصوت هنا في مراكز التصويت هذه إذا كنت مسجلة لصالح الجمهوريين مثلا، بإمكاني أن أصوت اليوم للديمقراطيين والعكس هو الصحيح، وبالتالي سنرى ربما نتائج مختلفة. يعني بعض الأشخاص الذين تحدثت عنهم ممكن أن يكونوا هم مسجلين ديمقراطيا، لكن اليوم يمكن أن يأتوا ليصوتوا لنيكي هيلي لأنهم لا يريدون ترامب، صوت احتجاجي ضد ترامب، والعكس صحيح. ومن هنا أعتقد أن النتائج ستكون بالنسبة لنيكي هيلي ملفتة نوعا ما في فيرجينيا وفي فيرمونت، وهي ربما صناديق الاقتراع ستغلق الساعة 7 مساء طبعا قبل الساحل الغربي كاليفورنيا، وقبل ساعتين أو ساعة من تكساس وإلى آخره. وبالتالي أعتقد بأن انتخابات مميزة مختلفة نوعا ما، وهذه الحرية التي تسمح لي الناخب المسجل بتغيير انتمائه في نفس اليوم أو حتى بالتسجيل في نفس اليوم. ونادية بما أنك ذكرتي تكساس، على كل حال ريتا سليمان موجودة في تكساس وذهبت إلى أقصى الجنوب، هذه الولاية المهمة جدا. ريتا، تكساس 151 صوت انتخابي، في صندوق من تصب تكساس أصواتها اليوم؟ طبعا تكساس معروفة بأنها ولاية حمراء، الأجواء هنا انتخابية بامتياز، هناك ازدحام على مراكز التصويت، هناك إقبال شديد من قبل المواطنين هنا للتصويت والإدلاء بأصواتهم. مراكز التصويت هنا يمكن أن ينتخب فيها الحزبين، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وهذه نادين هي اللوائح التي يتم الانتخاب بها. إذا أنا كنت من مواطني تكساس آتي إلى المركز، معي هنا هذه اللائحة للحزب الجمهوري، هذه هنا وهذه للحزب الديمقراطي، أنتخب من أريد منها. نرى بأنها لافتة كبيرة لأنها لا تحتوي فقط على أسماء الرؤساء المرشحين عن كل حزب، إنها تشمل أيضا نواب بالإضافة إلى سيناترز، بالإضافة إلى موظفين حكوميين إن كان في المجلس التشريعي أو في التعليم أو حتى في قضايا المدينة بنفسها. هناك تنافس شديد على الرغم من أنها ولاية جمهورية. الثلاثاء الكبير هو صحيح منعطف مهم في الانتخابات الأمريكية، ولكنه أيضا مهم لتكساس نفسها كونها نافذة على كل المواضيع الأساسية للمرشحين خاصة للانتخابات الرئاسية، وهي أزمة الهجرة طبعا وأيضا العنف المسلح. هناك أغلبية جمهورية، ولكن مع ازدياد عدد السكان هناك في 2022 تم إحصاء حوالي أكثر من 40% من السكان من أصول لاتينية، وذلك يعني بأنهم تفوقوا على السكان من البيض، ولكن على الرغم من ذلك هؤلاء من أصول اللاتينية لا زالوا ينتخبون الجمهوريين، ويحاول الديمقراطيون إحداث أي خرق ومحاولة لتحويل الولاية لأرجوانية. على كل حال ريتا، بما أنك أشرتي على مسألة ملف الهجرة، وهذا من بين الملفات الكثير حاسمة بين المرشحين وستكون في على طاولة أيضا انتخابات 2024، رئيس السابق دونالد ترامب على فكرة كان وعد بأنه في حال عاد إلى البيت الأبيض وإلى الرئاسة سيقوم بأكبر عملية بحق المهاجرين في تاريخ أمريكا،
وسنرى وننتظر يعني هذه الوعود في المستقبل القريب. لدينا عدد قليل من الأشهر. ماذا عن نورث كارولاينا؟ على كل حال حسين أنا لم أعد إليك بعد نادية لأنه فيرجينيا قريبة من نورث كارولاينا، أردنا أن نبتعد قليلا إلى الجنوب إلى ريتا ومن ثم أعود إليك مجددا، نعود إلى هذه المنطقة قريبا من نادية. نورث كارولاينا يا حسين 74 صوت، يعني هناك تنوع بهذه الولاية، تنوع ثقافي إثني عرقي شمال وجنوب، حتى في اختلاف كبير بينهما، ما جعل بطبيعة الحال مثل هكذا ولاية نحكي عنها متأرجحة. لصالح من تميل الكفة في نورث كارولاينا اليوم؟ هي متأرجحة ولكن تميل إلى الجمهوريين بشكل عام. الجمهوريون هنا يصوتون للجمهوريين والديمقراطيون يصوتون للديمقراطيين. المستقلون يمكنهم أن يختاروا حزبا من الأحزاب ولكن عليهم أن يسجلوا بلوائح هذا الحزب قبل يوم التصويت ليدلوا بأصواتهم للحزب الذي يريدون أن يصوتوا له. طبعا بحسب لغة الأرقام ترامب هو المهيمن، الفرق بينه وبين نيكي هيلي 45 نقطة مئوية، من المرجح أن يفوز ترامب بها، ولكن قانون كارول نورث كارولاينا لا يعطي الأصوات أو المندوبين بأكملهم للمرشح الفائز بالأصوات. هناك نسبة يمكن أن تحصل عليها نيكي هيلي بأفضل الأحوال حسب مراقبين، يمكنها أن تحصل على 19 مندوبا هذا اليوم إذا بالفعل حققت نتائج إيجابية في المدن الرئيسية الثلاثة شارلوت ورالي حيث أقف الآن وأيضا غرينز بورو. هذه المدن كان فاز بهم غرينزبورو ورالي فاز بهما تيد كروز عام 2016 رغم أن ترامب فاز على مستوى الولاية بفارق 3 نقاط مئوية عن تيد كروز أنذاك عام 2016، ولكن جميع التحليلات تقول بأن ترامب سيفوز بأغلبية الأصوات. السؤال اليوم نادين على مستوى جميع الولايات الخمسة عشرة هو ليس إذا كان ترامب سيفوز، هو السؤال إذا كان سيفوز بهم 15 على 15 ولاية، هذا هو السؤال المطروح الآن، ويبدو أنه سيحقق ذلك إلا إذا استطاعت نيكي هيلي أن تحدث اختراقات معينة في بعض الولايات. طبعا اعتمادا على معطيات عديدة منها التنوع الديموغرافي التنوع الثقافي كما تفضلتي. حسين التود من نورث كارولاينا، ريتا سليمان من تكساس، ونادية بلبيسي من فيرجينيا، شكرا جزيلا لكما. طبعا كنا نتحدث عن أجواء الانتخابات ونقطة أشار إليها حسين التود فيما يتعلق بأنه في تعويل ربما من نيكي هيلي على مسألة إذا كان ترامب سيفوز بالولايات الخمسة عشرة، فعناد المرشحة الجمهورية نيكي هيلي أوصلها إلى الثلاثاء الكبير، ربطت خروجها من السباق بهذا اليوم رغم العثرات المتلاحقة. نذكر فوز جمهوري واحد فقط كانت حققته في العاصمة واشنطن واستحوذت بمجيبه على 19 مندوبا فقط. إذن هو كبيرة بينها وبين ترامب قد لا تطمرها أي من الولايات الخمسة عشرة إلا في حال حدوث مفاجأة غير متوقعة، وعلى كل حال هذا ما تعول عليه نيكي هيلي، تعول على معجزة ما قد تغير كل شيء بين ليلة وضحاها مثلا. When I started the race, I announced missiles capable of hitting the U.S. You've got China doing cyber. Because my husband is far from over. There are dozens of states left to go. I said earlier this week that no matter what happens in South Carolina, I would continue to run for president. I'm a woman of my word. Yeah! That's why I refuse to quit. I'm not going anywhere. على كل حال نبقى في أجواء الثلاثاء الكبير، وينضم إلينا حسين عبد الحسين الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. سيد حسين قبل أن ندخل معك في التفاصيل دعنا ننتقل إلى غسان أبو لوز. غسان سيخبرنا عما في جعبة الجمهوريين في انتخابات الثلاثاء الكبير، أليس كذلك غسان؟ طبعا الثلاثاء الكبير اختبار مصيري نادين لترامب وهيلي، فاليوم يرجح أن يحسم الرئيس السابق ترامب أصوات الجمهوريين لصالح، أو ربما يمكن أن تحدث مفاجأة لصالح هيلي. وفي التفاصيل نتحدث عن جعبة الثلاثاء الكبير، ستخرج للجمهوريين 854 مندوبا من أصل 2429، بينما ستمنح الديمقراطيين 1420 مندوبا.
ترامب حصل بالفعل على 247 مندوبا حتى اللحظة، لكنه يحتاج إلى 968 مندوبا آخرين. ساعات قليلة قد تفصل الرئيس السابق عن نيل الرقم السحري المتمثل ب 1215 مندوبا لتأمين ظفره ببطاقة ترشيح حزبه. أما الرئيس الديمقراطي جو بايدن فحصد بالولايات السابقة 206 أصوات ويحتاج إلى 1762 صوتاً آخر ليصل إلى رقمه المأمول وهو 1968. صناديق الانتخابات اليوم نادين هي من سيحدد ملامح السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض، وهذا ما يفكر به أيضا كثيرون يا غسان. يعني ليست فقط المسألة متعلقة بترامب ونيكي هيلي، أيضا انتخابات الديمقراطيين، يعني بين حتى بايدن وترامب في حال وصلا الرجلان كما تقول معظم الاستطلاعات حتى هذه الساعة. كل حال شكرا جزيلا غسان حتى هذه اللحظة. أعود إلى ضيفنا هنا في الاستوديو حسين عبد الحسين الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. سيد حسين أهلا بك معنا في العالم الليلة. إلى أي حد تعول نيكي هيلي على الثلاثاء الكبير منذ أن منيت بكل الخسائر في الولايات السابقة ما عدا ولاية واشنطن التي حظيت بها، إلا أنها كانت دائما تطمح وعيونها على الثلاثاء الكبير، لماذا؟ طبعا لأنه هي تعتقد أنه قد تفوز بولاية أو أكثر، وهذه قد تؤخر ترامب، لأنه الثلاثاء الكبير هو تقريبا ثلث الديليجيتس التي يعني فلذلك أنه هي تعتقد ربما لو فازت بولاية ربما لو قاربت، ثم أن هناك بعض الولايات التي لا تمنح كل الأصوات إلى من يفوز، هناك من يقسم الأصوات نسبيا، فهذه الأسباب التي دفعتها لتندفع. السؤال هنا هل تتوقف إن لم تحقق الأهداف التي أعلنتها قبل الدخول؟ ولكن هي مصرة وأصرت أنه حتى النهاية، وكانت حذرت أكثر من مرة من أنه في فوضى ستعم الولايات المتحدة الأمريكية في حال عاد ترامب إلى سدة الحكم. طبعا اسمحي لي أن أشير أنه هي لا تأخذ هذا القرار من تلقاء نفسها، هي تحتاج إلى أموال وتحتاج إلى ممولين، وهذا يشير إلى أنه هناك من الجمهوريين من هم يمولون هذه الحملة في وجه ترامب. فهي وجود نيكي هيلي يؤشر إلى حجم المعارضة داخل الحزب الجمهوري في وجه الرئيس ترامب وترشيحه، هذا هو يعني المؤشر الأكبر. طالما أن هناك أموال، طالما أنه يعني لن تخسر شيئا نيكي هيلي، وهكذا تبقى في الإعلام ربما للأعوام للدورات الانتخابية المقبلة. طيب خلينا نروح على مسألة الرئيس الحالي الرئيس بايدن. اليوم صار في كثير من المواقف والفيديوهات التي عمت انتشرت على مواقع التواصل فيما يتعلق بالصحة العقلية لبايدن وكذا وكذا، هل برأيك أن الديمقراطيين اليوم في حرج وعليهم أن يبحثوا على بلان بي، يعني خطة بديلة لبايدن، أم هذا لا يمكن أن يحصل من وجهة نظري؟ يبدو لي أنه الرئيس بايدن بدأ يبادل ترامب بنفس الهجوم، لأنه ترامب يعني كما نشاهد يرتكب أيضا زلات لسان وأخطاء كبيرة، يعني حتى هو أسمى زوجته ميلانيا اسمها مرسيدس بدلا من ميلانيا. فهذه المشكلة ليست محصورة حاليا ببايدن فقط، إنما ترامب أيضا انخرط فيها، فلا نعرف كيف ستتطور، ولكن طبعا هناك استياء من الأمريكيين بشكل عام. ترامب يبدو أنه لديه طاقة أكثر وشباب أكثر، ولكن مع لماذا المفاخرة؟ ما في فرق بالسن، يعني كم سنة بس؟ بالضبط 77 و81 بالضبط. على كل حال أنا أشكرك جزيل الشكر حسين عبد الحسين الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، شكرا جزيلا. ومستمرون معكم في العالم الليلة، ولكن إلى فاصل قصير وفيه هل يستفيد النفط الروسي من أزمة البحر الأحمر؟ ومن ملفاتنا أيضا مصر تدرس توسيع قناة السويس لتسريع عبور السفن. مستمرون معكم في العالم الليلة. إنها صواريخ الحوثيين ما زالت تستهدف سفينة في البحر الأحمر، لكنه هذه المرة سقط في الماء، هذا ما جاء على لسان بيان القيادة المركزية الأمريكية. بعد ذلك أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن تجاه خليج عدن استهداف سفينة حاويات مملوكة لسويسرا. أن أحد الصاروخين أصاب هذه السفينة وأدى لوقوع أضرار، ولكن دون تقارير عن إصابات. We'll be right back.
مباشرة نذهب إلى واشنطن. جنرال جوزيف فوتيل ينضم إلينا، القائد الأسبق للقيادة المركزية الأمريكية. جنرال فوتيل، ما الذي ينقص اليوم استراتيجية الولايات المتحدة إزاء تهديدات الحوثي والاستهدافات التي لم تتوقف في البحر الأحمر؟ شكرا جزيلا على استضافتي. أعتقد أنه ما يجب أن نتوقعه من الولايات المتحدة هو أن تقوم بالاستمرار في عملياتها وحماية السفن الملاحية في منطقة البحر الأحمر. من المؤكد بأن كان هناك ضربات قد تعرضت لها الولايات المتحدة والقوات البريطانية، وكانت قد عملت في المناطق الساحلية التي يتم عادة من خلالها شن هذه الهجمات ومراكز القيادة والسيطرة. أعتقد بأن علينا أن نتوقع استمرار عمليات القوات البريطانية والأمريكية، وجل ما تفعله هو الولايات المتحدة ينطوي على طبيعة دفاعية ولا يركز بصورة أساسية على التخلص من كافة السبل التي تعد متاحة للحوثيين، وهذا يعني بأنهم سوف يستمرون في فعل ذلك لفترة من الزمن. طيب جنرال فوتيل، يعني أصبح ملف البحر الأحمر هو الملف الذي نطرحه يوميا بشكل يومي نظرا لأهمية ما يحصل، لكن في نقطة لم يتم تداولها كثيرا أريد أن أستفيد من وجودك معنا بأكبر قدر ممكن. في جانب آخر من أزمة البحر الأحمر هو نادرا ما يطرح، نتحدث عن أسطول الظل الذي ينقل النفط الروسي لم يتأثر بالبحر الأحمر المضطرب. فمثلا في بيانات لشركة فورتكسا، هذه الشركة هي للتحليلات النفطية، أشارت إلى ارتفاع عدد سفن الظل التي مرت من البحر الأحمر الأسبوع الماضي ب20%، ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا أصبحت موسكو أكثر اعتمادا على التجارة عبر قناة السويس والبحر الأحمر بعد فرض العقوبات الأوروبية على ذلك. يعني هل من تفسير منطقي وأقرب لفهم كيف واصلت الناقلات التي تحمل النفط الروسي لإبحار عبر البحر الأحمر من دون أي انقطاع رغم هجمات الحوثيين على هذه السفن؟ نعم، يوجد لدي شرح، وهو أن إيران تعلمون بأنها تقف إلى جانب روسيا، وبالإضافة إلى ذلك تسمح بتدفق هذا النفط بصورة متزايدة. إيران مستمرة في تقديم المواد والتجهيزات والمعدات إلى روسيا. عدد كبير من المسيرات التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا في حقيقة الأمر هي مسيرات إيرانية، لذا إيران تقوم بالاستفادة من هذه المصالح من خلال تعاونها مع روسيا، لأنهم ضد الولايات المتحدة وضد القوى الغربية ومجموعة أخرى من الدول في المنطقة، لذا تقوم بتقديم الدعم إلى روسيا، وليس فقط بالنسبة للأنشطة في أوكرانيا بل بالنسبة لأنشطة روسيا في كافة منطقة الشرق الأوسط. هذا قد يكون الشرح الأكثر عقلانية. وفي موضوع آخر سيد فوتيل، في تصريحات خاصة للعربية خاصة بها جون كيري قناة العربية، قال فيها إن الولايات المتحدة ستفعل كل ما يلزم لحماية السفن التجارية. رسم لي ما قاله كيربي ومن ثم أعود إليك. نفذنا ضربات ضد الحوثيين لتقويض قدراتهم في مناطق سيطرتهم في اليمن، ولن نتراجع عن هذا الأمر. سنفعل كل ما يلزم لحماية أمن السفن. كلما رأينا تهديدا من الحوثيين سنرد، لأننا نمتلك الإمكانيات اللازمة. الحوثيون مستمرون في نهجهم، وإغراق إحدى السفن التجارية يمثل تهديدا كبيرا، وسنأخذه على محمل الجد. جنرال فوتيل، هل تنقص لدى الولايات المتحدة الأمريكية ربما أدلة أو معلومات استخباراتية حول حجم ترسانة الحوثي، حجم الأسلحة، نوعيتها، عددها، وبالتالي هذا يفسر عدم إضعاف قدراتهم حتى اليوم؟ أعتقد أن الولايات المتحدة لديها قدر كاف من المعلومات الاستخباراتية بحيث تدرك ما الذي يفعله الحوثيون وقدر الدعم الذي يحظون به، والاستراتيجية التي تبعناها هي كانت الدفاع والحماية، وقمنا بنشر بعض المعدات العسكرية التي ترمي لحماية السفن في منطقة البحر الأحمر وصولا إلى باب المندب ووصولا إلى خليج عدن، لذا كنا نعمل بطريقة دفاعية بصورة أساسية، ولكننا نتفهم أن معظم المواد والمعدات تأتي برا أو بحرا من قبل إيران أو حتى جوا، وقد اخترنا ألا نقوم بمتابعة
تلك السبل التي يتم من خلالها إعادة تزويد الحوثيين بالمعدات، لكننا مستمرون في فعل ما هو ضروري من أجل مواجهة هذه التهديدات، أو إذا ما تغيرت الأوضاع في غزة فلعل الحوثيون قد يغيرون من مقاربتهم، لكن على المدى الطويل قد اتخذنا قرارا بأن نقوم بصورة أساسية بحماية بتقديم الحماية والدفاع من خلال وضعنا وتمركزنا في البحر الأحمر. شكرا جزيلا لك جنرال جوزيف فوتيل، القائد الأسبق للقيادة المركزية الأمريكية. ما زلنا معكم في ملف البحر الأحمر في العالم الليلة. هذه الأزمة هناك لا تقتصر على السفن التي تبحر على سطحه، تخيلوا هناك أهمية حتى في قعر هذا البحر، تحديدا هذه المرة الكابلات البحرية الناقلة للاتصالات والإنترنت. يوجد ما لا يقل عن 16 خطا من الألياف الضوئية موجودة تحت البحر الأحمر، تشكل ما يصل إلى 17% من إجمالي حركة البيانات الدولية. هنا طبعا لا نتحدث عن خطوط تنقل البيانات عبر ضفتي البحر الأحمر فقط، بل هناك خطوط رئيسية تربط أوروبا بالهند وشرق آسيا، وبعضها في أعماق مياه ضحلة نسبيا يمكن للغواصين الوصول إليها. أكل حال أيضا ربما ورد الآن عاجل على شاشة العربية، نريد أن نذكر به 5 غارات أمريكية بريطانية على الحديدة غربية اليمن. هذا يتزامن مع الملف الذي نتحدث عنه، ملف البحر الأحمر. إذن 5 غارات أمريكية بريطانية على الحديدة غربي اليمن كما تتابعون أسفل الشاشة أمامكم. كنا نتحدث عما يجري في قعر البحر الأحمر، هذه ليست المرة الأولى التي يتضرر فيها خط ألياف ضوئية. في 24 من الشهر الماضي انقطع خط شركة الرابط سيكوم وهو يربط بين مصر وكينيا، لكن الشركة لم تعلن ما إذا كان الضرر هذا ناجما عن هجوم متعمد. لا ننسى أيضا يوم أمس كان قدرت شركة اتصالات هونغ كونغ أن الكابلات المتضررة ستؤثر على ربع حركة الإنترنت بين آسيا وأوروبا حتى الشرق الأوسط، فأصابع الاتهام توجهت مباشرة لجماعة الحوثي، لكن زعيمها نفى نية الجماعة استهداف الكابلات البحرية التي توفر الإنترنت لدول المنطقة. حتى كان في عناوين كثيرة أصبحت تقول الحوثي سيقطع الإنترنت، هذا ما تم تداوله مؤخرا في وسائل الإعلام وحتى في مواقع التواصل عن مسألة الحوثي والإنترنت. بعد واشنطن، غانتس سيحط رحاله في لندن ليؤجج نار الخلافات مع نتنياهو الغاضب والقلق على مستقبله السياسي بسبب تفضيل الغرب لغريمه. نتنياهو الغاضب والرافض جدد تعليماته للسفارة الإسرائيلية في لندن بعدم التعامل مع غانتس كما فعل في واشنطن. إذن تعليمات نتنياهو للسفارة في لندن حققنا فيها نحن في قناة العربية، مراسلنا اتصل بهذه السفارة وحتى زارها لنرى ماذا كانت الإجابة. الخلاف بين بنيامين نتنياهو والوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ينتقل من واشنطن إلى لندن. غانتس سيجتمع بعد انتهاء زيارته للعاصمة الأمريكية مع مسؤولين بريطانيين دون موافقة مسبقة من نتنياهو، وسط الخلاف الحاد بينهما الذي خرج إلى العلن. تواصلنا مع السفارة الإسرائيلية خلف هذه البوابة الحديدية، لكنها لم تؤكد أو تنفي لنا تلقيها أوامر بعدم التعاون مع هذه الزيارة التي يتوقع أن يلتقي خلالها بوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ويأتي ذلك وسط تزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لفتح المزيد من المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة وتجنب هجوم بري في رفح والموافقة على اتفاق لإخراج المحتجزين الإسرائيليين. يعني بعد أمريكا لندن وما زال نتنياهو يهدد غانتس ويقول له تذكر هناك رئيس وزراء إسرائيلي واحد في إسرائيل. طبعا هذه زيارة تتزامن مع محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تأتي في ظل حديث عن استياء أمريكي من سلوك نتنياهو. يبدو أن صبر واشنطن بدأ ينفد، فغانتس التقى بنائبه وبنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكين. ما جرى لا يعجب إذن نتنياهو الغاضب من الزيارة أصلا، لكن الإدارة الأمريكية ترحب بأي عضو في حكومة الحرب وغانتس واحد منها. Gantz is here today. He's going to meet with
السيد جانتس موجود هنا اليوم وسيجتمع مع كل من جيك سوليفان ونائبة الرئيس وغدا مع وزير الخارجية بلينكن، وهو جزء من حكومة الحرب في إسرائيل، وجرت العادة إجراء هذه المحادثات بين الفرق الأمنية. هناك جملة من الأمور يجب مناقشتها مع السيد جانتس بصفته وزيرا في حكومة الحرب في إسرائيل، بما في ذلك الوضع الإنساني في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك نسعى إلى تحقيق تقدم مع حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن الذي قد يفضي ذلك إلى وقف لإطلاق النار قد يصل إلى 6 أسابيع. على كل حال الساعة الإخبارية الأولى لم تنتهي، فما زال لدينا الكثير. وبعد الفاصل، حرب الهند والصين التجارية تتسع، أشباه الموصلات حلبتها الجديدة. ومن ملفاتنا أيضا، كاليفورنيا بانتظار عاصفة جديدة. أيضا نتابع حريق مفتعل في أحد مصانع تسلا في ألمانيا، حماة البيئة يتبنون، وماسك غاضب جدا. جديد الأخبار، حريق مفاجئ اندلع في أحد مصانع شركة تسلا للسيارات الكهربائية قرب العاصمة الألمانية برلين، توقفت معه عملية الإنتاج كما تم إجلاء العمال على الفور. لكن هذا الحريق لم يكن صدفة، إذ أعلنت جماعة فولكن جروب اليسارية، وهي جماعة متطرفة على فكرة وتعرف عن نفسها بأنها تحمي البيئة، هي تبنت وأعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم. لكن مالك تسلا ومنصة إكس إيلون ماسك ما أن استفاق على هذا الخبر حتى صرح غاضبا وهاجم من سماهم الإرهابيين الأغبياء البيئيين. ماسك انتقد قيام المجموعة بوقف إنتاج السيارات الكهربائية بدلا من مركبات الوقود الأحفوري في إشارة منه إلى أن الأخيرة تؤذي البيئة كما قال. كل حال سنناقش هذه المسألة مع مراسلة العربية من برلين راغدة بهنام لتعطينا المزيد من التفاصيل. يعني هذا الحدث أيضا فيما يتعلق مسألة السيارات الكهربية وموقف إيلون ماسك حصل على حيز كبير من أيضا الأخذ والجذب وهذا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. راغدة، السؤال الآن، هل في انطباع اليوم عام في ألمانيا، رأي عام سائد أو معارضة مثلا لتسلا وكأنهم أعداء لها؟ لماذا؟ مساء الخير نادين. يعني على الأقل سكان المنطقة، في المنطقة التي هي شركة تسلا أو مصنع تسلا جرينهايد التي هي يعني قريبة من برلين، السكان هناك لا يؤيدون وجود هذا المصنع، لا يؤيدون توسعه، لأنه إيلون ماسك يريد أن يوسع هذا المصنع، يريد أن يقدم أجزاء من يعني من المناطق المحيطة، من الأشجار، من الغابات. هناك غابة كبيرة جدا محيطة بالمصنع، هو يريد أن يقدم جزء من هذه الغابة لكي يتوسع، لكي يعني يبني مرائب ومنشآت جديدة تابعة للمصنع. كان هناك استطلاع رأي مطلع هذا العام لقرابة 5500 شخص يسكنون في المنطقة، ثلثي هؤلاء الأشخاص يعني أقل بقليل من 4000 صوتوا لا للتوسعة، ويعني عدد قليل جدا الثلث صوت بنعم للتوسعة. لذلك إضافة إلى سكان المنطقة هناك بالطبع يعني معارضون ناشطون بيئيون، يعني إذا ما أردنا القول بأنهم عم يعني مثل بيوت صغيرة في الأشجار المحيطة في الغابات. هناك قرابة العشرة بيوت في هذه الأشجار الآن يسكنون فيها بشكل دائم. هؤلاء المناصري البيئة يرفضون أن يتحركوا، يقولون نحن سنبقى هنا يعني أكبر يعني قدر يعني ممكن لكي نمنع من دمار هذه الأشجار. راغدة، يعني أنا مش فاهم ايش عم بيصير، بحجة حماية البيئة يقومون بتخريب البيئة. كيف الناس مقتنعة أصلاً وعم بتأيد هيك فكر وطرح زي اللي عم نشوفهم بفرنسا؟ بس خلينا كمان نشير اللي عم نشوف بفرنسا، وبروحوا بيخربوا لوحات وبيرموا عليهم صلصة طماطم ومشابه، نفس الفكرة. شو الفكرة بألمانيا اليوم؟ وهون كمان على فكرة يعني كان هناك هجوم على بوابة براندنبورغ بدهان لا يمكن إزالته، ولكن الذين هاجموا هذه المرة الأسلاك الكهربائية المحيطة بشركة تسلا لم تكن لهم أي علاقة بأنصار البيئة، هم من اليسار المتطرف. اليسار المتطرف في برلين أو في ألمانيا له تاريخ طويل يعود إلى السبعينات والثمانينات، وقبل بضعة أيام يعني منذ بضعة أيام هناك عملية كبيرة جدا للشرطة تلاحق من يعرفون بالجيش الأحمر بادر ماينهوف
ما زالت تلاحظ أعضاءه حتى الآن، يعني هم مختفون من عن أنظار الشرطة منذ 30 عام. ولكن هؤلاء الذين هاجموا المصنع هذه المرة هم أيضا يسار متطرف، لا يؤمنون بأسس، يعني بهذه الأسس، يقولون بأنه نحن نريد أن نظهر هشاشة الدولة، نريد أن نظهر مدى يعني إمكانية تعرض البنى التحتية للدولة لهجمات مثل هذا. لأنه يعني هذا الهجوم لما يتسبب فقط في الواقع نادين بإغلاق مصنع تسلا لنهاية هذا الأسبوع على الأقل، ولكن هو تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المناطق المحيطة في المصنع التي يعني الأسلاك الكهربائية كانت محاطة بها. لذلك يعني هذا فعل تخريبي من عناصر لا يؤيدون للبيئة، ولكن أيضا لا يؤمنون بأسس الدولة، لا يؤمنون ب يعني هذه المصانع الكبرى، الشركات الكبرى والرأسمالية إذا أردنا القول، كلهم يجتمعون على كره تسلا للأسف لإيلون ماسك. ولكن الكل يجتمع على صحفيتك ومهنيتك يا رغدة بهدم، شكرا جزيلا لك. الهند المعروفة باسم الفيل النائم تستيقظ وتنافس في صناعة أشباه الموصلات التي توصف بالصناعة الاستراتيجية، لأن الطبيعة لا تحتمل هذا الفراغ. الهند استغلت مباشرة تراجع الصين في صناعة الرقائق لانشغالها بحرب الهيمنة مع أمريكا. بالفعل أقرت الهند افتتاح 3 مصانع لأشباه الموصلات، وذلك خلال 100 يوم، عبر جذب الشركات الأجنبية وضخ أيضا المليارات. كيف استفاق الفيل النائم يا عبد الجليل؟ نعم، يبدو أن الطمع بالأرباح الاقتصادية الضخمة هو من أيقظها نادين. سرعة نمو الاقتصاد في الهند بدت لافتة، ومن المرجح أن ينمو في عامي 2024 و2025 بنسبة 7%. ومن أبرز العوامل الدافعة لصعود الاقتصاد لديها أولاً عدد السكان الذي يزيد عن 1.4 مليار نسمة، إضافة إلى كونها دولة صناعية، صادراتها من المواد المصنعة تقدر ب 14% والغذائية تقدر ب 15%، كما أن لدى الهند إمكانية في المياه والرياح والطاقة الشمسية، وتسعى لإنتاج الكهرباء بشكل كبير مستقبلا. طيب، من منكم اليوم واجه مشاكل انقطاع في حسابات التواصل الاجتماعي، سواء انستغرام، تويتر أو منصة اكس حاليا، أو حتى فيسبوك؟ صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قولهم إنهم يراقبون الانقطاعات التي شهدتها منصات ميتا بما في ذلك فيسبوك، انستغرام وماسنجر، حيث واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إلى أشهر مواقع التواصل الاجتماعي. على كل حال، هذا الملف بكل تفاصيله سيعالجه زميلان إسماعيل وليال في الساعة الثانية من العالم الليلة، فابقوا معهم. تجري مصر دراسة جدوى بالتعاون مع شركتين دوليتين بشأن توسيع قناة السويس في مسعى لتسريع أوقات العبور وتجنب الانسدادات المحتملة في الممر المائي الذي تمر من خلاله 12% من التجارة البحرية العالمية. يهدف المشروع إلى تحويل القناة إلى معابر مزدوجة المسار. أشار رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إلى انتهاء الدراسات الأولية لهذا المشروع وعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. طبعا هو لم يوضح رئيس القناة تكلفة هذه التوسعة أو حتى الجدوى الزمني المحتمل لإنجاز المشروع. يشار إلى أن مصر كانت قد أكملت توسعة القناة بقيمة 8 مليارات دولار بهدف تقليل أوقات الانتظار وجذب المزيد من السفن قبل نحو عقد من الزمن.
خلينا نناقش هاي المسألة مع نوف حجازي مذيعة في قسم الاقتصاد وزميلتنا في شبكة العربية وأيضا في العربية بزنس. لا ننسى بأنه قناة العربية أطلقت العربية بزنس أكيد. ونوف من الوجوه الأساسية فيها. طيب نوف خلينا نحكي بمسألة قناة السويس. لما بنسمع أنه قناة السويس بدها تقوم بعملية توسعة، أليس هذا الإعلان مفاجئ نوعا ما من حيث التوقيت؟ يعني مصر اليوم تمر بأزمة اقتصادية ومسألة تعويم الجنيه وكثير أمور. بالفعل نادين تعيش أزمة اقتصادية صعبة وتحت ضغط كبير من حيث الديون وأزمة سعر الصرف وغيرها، لكن دعينا نعود للتوسعة الماضية. يعني إذا ما كنت تذكري كان هناك توسعة في عام 2015، في ذلك الحين قامت مصر بالتوسعة. التوسعة كلفت 8 مليارات دولار بالطبع، يعني هذا كان قد أحدث جدل كبير من حيث الجدوى ومن حيث التوقيت، لكن كلفت 8 مليارات دولار. أكيد يجب أن نسأل هل استردت مصر هذا المبلغ؟ لا تقارير مباشرة حول ما إذا استردت مصر هذا المبلغ أو لا، ولكن يعني بالأرقام إيرادات القناة بعام 2015 قبل التوسعة كانت تبلغ يعني أكثر بقليل من 5 مليارات دولار، حوالي 5.3 مليار دولار، هذا بعام 2015 قبل التوسعة. العام الماضي 2023 بلغت إيرادات القناة 9.4 مليار دولار، نتحدث عن يعني حوالي الضعف. بالطبع يعني إذا تحدثنا بالأرقام حوالي الضعف، يعني 9.4 مليار دولار كانت قد سجلتها في عام، هذا تكلفة المشروع. يعني طيب يعني نوف إذا أنت عم تحكي ب 2015 في جدل كبير وهذا الرقم، اليوم شو منتوقع يصير بالأرقام كمان تضعينا في صورة الأرقام بخصوص توسعة هذا العام؟ يعني نادين كما قلت أنه مصر قناة السويس استطاعت أن تحقق ما كلفته، يعني التكلفة 8 مليار دولار استطاعت أن تحققه في سنة واحدة فقط. وبالطبع يعني هو التوسعة أمر مهم جدا، يعني هناك مسألة رئيسية يجب أن نقف عندها، وهي لأن القناة بمعظمها الآن تجري بمسار واحد فقط، فهو الهدف أنه يصير في مجرى ملاحي مزدوج الاتجاه، بالتالي يعني ترتفع الطاقة الاستيعابية، وكذلك يقل توقيت انتظار السفن. هلأ هو اللي بيصير أنه في قافلة في الجنوب وقافلة في الشمال وقافلة في الجنوب تنتظر عندها السفن، لأنه ما يعني القناة لا تتسع لسفينتين في الوقت يعني في نفسه. وقت مثلا بحطوا أنه وقت من هذا التوقيت لهذا التوقيت تمر هذه السفينة وقت دقيق فقط بالكامل. ذهابا بالكامل. ويعني بس أريد أن أشير إلى أنه بعد التوسعة الأولى تم تقليص وقت الانتظار من حوالي 11 ساعة إلى 3 ساعات فقط، فسرعت هذا كثير مهم على الاقتصاد بالفعل مهم ونقل جداً. البضائع بسرعة جدا كبيرة ورفعت الطاقة الاستيعابية بشكل كبير جدا أيضا. يعني أيضا يعني يجب أن أشير إلى أن كما قلت لك أيضا رفعت تنافسية القناة بشكل كبير، يعني نحن نعرف أن هناك طرق أخرى، هناك معابر برية، هناك معبر بالطبع رأس الرجاء الصالح، هناك قناة بنما أيضا، روسيا كذلك تطرح خط بديل عبر بحر البلطيق، فبالتالي رفعت تنافسية قناة السويس. وأكيد يعني مسألة الإيرادات أمر مهم جدا، أكيد قناة السويس تطمح لزيادة إيراداتها، وبالتالي يعني هو كل ما زاد تنافسية القناة نادين يمكنهم أن يفرضوا رسوم أعلى لمن يعبر القناة كذلك. كل حال أنا أشكرك جزيل الشكر نوف حجازي على كل هذه المعلومات المهمة، شكرا لك نوف. أما الآن فنذهب إلى لميس وماذا تحمل لنا من أخبار الطقس حول العالم، إليك يا لميس. أهلا بكم. أفادت بيانات حللها علماء يونانيون أن هذا الشتاء هو الأكثر سخونة على الإطلاق في اليونان، الأمر الذي يهدد المحاصيل الزراعية ويثير مخاوف بشأن صيف آخر يشهد حرائق غابات مدمرة. وتمثل هذه البيانات مصدر قلق لليونان التي تعد واحدة من أكثر الدول تأثراً بالمناخ في أوروبا، فقد شهدت منتجعات تزلج في البلاد تساقطاً للثلوج أقل من المعتاد، كما يمثل الشتاء الدافئ أخباراً سيئة للمزارعين أيضاً، إذ تستفيد محاصيلهم بما في ذلك الزيتون الشهير في اليونان من فصول الشتاء الباردة. مع
استمرار الظروف العاصفة الثلجية في نيفادا، حذر خبراء الأرصاد من ارتفاع خطر حدوث انهيارات ثلجية. هذا وكانت قد تعرضت بلدات على طول الحدود بين كاليفورنيا ونيفادا لثلوج كثيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسي يؤدي إلى نيفادا، فيما وتوقع مكتب خدمات الأرصاد الجوية الوطني أن تؤدي عاصفة ثانية أضعف إلى تساقط ثلوج إضافية يتراوح سمكها في بعض الأماكن إلى أكثر من متر ونصف بين اليوم وغدا. نبقى في الولايات المتحدة وهذه المرة إلى الجنوب، حيث تتجدد المخاوف من الحرائق في تكساس. فبعد حريق سموك هاوس كريك الضخم الذي التهم أكثر من مليون فدان منذ اندلاعه يوم الاثنين الماضي، مخلفا قتيلين على الأقل وعشرات المنازل المحترقة، ورغم سيطرة رجال الإطفاء على الحريق فإن الخطر لم ينتهي بعد، حيث يراقب المسؤولون الرياح العاتية التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 65 كيلومترا في الساعة التي قد تشعل النيران من جديد. الطفل عمر خرج من قطاع غزة إلى الولايات المتحدة لزرع ذراع صناعية له، لكنه فقد والديه وحتى شقيقته في هذه الحرب على غزة. نتابع تفاصيل قصة عمر. ريحة الموت كانت وريحة الدم كثيرة. It's about children. It's about the innocence. It doesn't matter. عمر ذو الأربعة أعوام فقد ذراعه في الحرب على غزة، وفقد معها والديه وشقيقته في آن واحد. أنا عمر عارف وين؟ ما كانش على السرير في المستشفى، كان ورا الباب على الفرشة على الأرض نايم. من جحيم غزة خرج عمر وعمته إلى الولايات المتحدة بجهود الأهل والأصدقاء لتلقي العلاج والحصول على ذراع صناعية. لكن الوجع والدموع لم تفارقا عيني عمر. مع هذا يبقى عمر محظوظاً مقارنة بأطفال غزة الذين يعيشون داخل القطاع أوضاعاً مريرة. احنا بنيجي هان بالموت، كل يوم بالموت. فمنهم من فقد عائلته بأكملها، ومنهم من يبحث عن رغيف خبز لسد رمقه. بعد ما الناس وصلت ووصلت الأمر، احنا نرجع لعصر الخيام. نجحت عملية عمر وعاد ذراعه بجهود جمعية خيرية في مدينة نيويورك. استطاع عمر أن يكون هنا، لكن هناك الكثير من أمثال عمر في غزة لن يستطيعوا الخروج. شاهدتهم في زيارة الأخيرة، يحتاجون سنوات كثيرة لإعادة حياتهم. الحزن واليأس يخيمان على أطفال غزة، حتى وإن خرج بعضهم من القطاع فمشاهد القتل وأصوات الانفجارات لن تمحى بسهولة من الذاكرة. رفاه السعد، العربية. قبل الختام وردنا هذا الفيديو يظهر رشقة صاروخية على مستوطنات كريات شمونة وأخرى في الشمال. نتابع معكم إطلاق حوالي 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة التي تقع في أقصى الشمال اللبناني. نشير بأن كريات شمونة هي محور الصراع بين إسرائيل وبين حزب الله، وأيضا عناصر من حركة حماس المتواجدين في لبنان يقومون باستهداف كريات شمونة بالصواريخ، بدورها إسرائيل تقوم باستهداف مناطق عدة وبلدات وقرى في الجنوب اللبناني. نتحدث اليوم عن 50 صاروخا أطلق نحو كريات شمونة التي تقع في أقصى الشمال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان. كريات شمونة هذه المستوطنة الأكبر في الشمال الإسرائيلي، والتي أخليت من مستوطنيها ومن سكانها منذ أن بدأت هذه الحرب. إلى العناوين. نزال الثلاثاء الكبير بدأ، والعربية في ثلاث ولايات لرصد سباق المترشحين للرئاسة.
صواريخ حوثية جديدة تستهدف سفنا في البحر الأحمر، الأضرار تصل هونغ كونغ، وروسيا في قائمة المستفيدين. خلافات حكومية إسرائيلية عبر الأطلسي والعربية تحقق بمنع نتنياهو لسفارته بلندن من التعاون مع غانتس. مستفيدة من تراجع مكانة الصين، الهند تدخل سباق أشباه الموصلات بافتتاح 3 مصانع. بعد قليل مشاهدينا ألقاكم في الساعة 2 من العالم الليلة، ابقوا معنا.